فقد انتهينا الاسبوع الماضي من الكلام في علوه همة السلف ومن تبعهم من الخلف في الدعوة الى الله سبحانه وتعالى. نتكلم اليوم في علو الهمة وهو علو همة السلف الصالح في طلب العلم. فالعلم اشرف ما رد فيه الراغب وانفع ما كتبه واقتداه الكاتب. قال امير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه لهذيل بن زياد: احفظ ما اقول لك. الناس ثلاثه: عالم رباني، وعالم متعلم على سبيل النجاح، وهمج رعاع اتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح، لم يستبيئوا بدون العلم ولم يلجاوا الى روح مسكنه. العلم خير من المال، العلم يحرسك وانت تحرس المال، العلم يزكو على العمل، يعني العمل يزيده ويمنيه، والمال ينقذه من الخطأ، ومحبة العالم دين يدان بها في اكتساب الطاعة في حياته وجميل حدوثه بعد موته وطمعه. وطبيعة المال تدور من زمان صاحبه، مات خزان الأموال وهم أحياء، والعلماء باقون ما بقي الدهر، أعيانهم مفقودة وأمثالهم في القلوب موجودة. الحديث عن فضل العلم وما يناله طالبه من مجد وكرامة من الله سبحانه وتعالى هو حديث لا يكشف عن غامض ولا يترك السمع بجديد. ومقصودنا هو خير غير هذا، ليس مقصودنا أن نتكلم في فضائل العلم أو الحق على العلم، فذاك حديث مكرر وكثر فيه الكلام والتصنيف. إنما مقصودنا نقل الأنظار إلى القوة العملية، القوة العملية وهي الوسيلة التي تعبت لعلمائنا فخدموا الدين ونشروا بها العلم. يقول الإمام الفرد ابن الجوزي رحمه الله تعالى: تأملت عجبا، وهو أن كل شيء نفيس خطير يطول طريقه ويكثر التعب في تحصيله. يعني أن الراحة لا تنال بالراحة، وإنما الراحة تنال على جسر من التعليم. فكل شيء كلما زاد خطأ الشيء وقيمته ووزنه كلما صعب الحصول عليه ويعني تناوله. يقول: تأملت عجبا، وهو أن كل شيء نفيس خطير يطول طريقه ويكثر التعب في تحصيله. فإن العلم لما كان أشرف الأشياء لم يحصل إلا بالتعب والسهر والتكرار وهذه اللذات والراحة. فلا شك أن العلم أشرف ما يحصل عليه الإنسان وأشرف مأربي يعني يتطلع إلى تحصيله. فمن أنه أشرف الأشياء فبالتالي لا يمكن أن ينال إلا بأشد التعب والجهد والسهر والتكرار وهجر اللذات والراحة. حتى قال بعض الفقهاء: بقيت سنين اشتهي الهريسه لا اقدر، لان وقت لويها وقت كما عند الله. مثل السماوات طويله واشتهي الهريسه، والهريسه يرجى الله اعلم ليست الهريسه المصطلح المصري وهي رجل الحلوات، وانما الهريسه المصطلح موجود في سوريا او بعض البلاد، وهي عباره عن اكل في يعني توابل كثيره جدا الشرق وهذه الاشياء. هذا معنى الهريسه عندنا. يقول: بقيت سنين اشتهي الهريسه لا اقدر، فتطلع نحو الى ان يذوق هذا الطعام فلم يستطع ان يذوقه اولا سنوات طويله. لماذا؟ لان وقت بيعها هو وقت سماع الدرس من الشيخ، فما استطاع ابدا ما طوعت له نفسه مره واحده في خلال سنوات طويله ان يضحي بلحظه او ساعه او وقت من القطع من الدرس في سبيل ان يعني يحضر ليأتي بهذه الشهوه. وإننا نعجب مما يؤتى له، اننا لاحظنا في بعض الدروس كنت انا لست فاكر يمكن من ثلاث سنين او اربعه، فوجدت طرق شوارع قويه لا ذلك فيها احد، فان الحجر يعني الرجل فرض حجر التجول على المدينه. المدينه دي اتابع اكثر، دخلت المسجد فرغت تفسير القران، فوجدت المسجد يكاد يكون يعني خاويا الا من صفين او شيء قليل جدا من الاخوه، فظننت ان في شيء يعني خطير حقا، حتى فهذا ليس فقط الناس على الشوارع ايضا طلبت العلم وغيروا عن مجلس القران ومجلس الذكر. فإذا بي كان يوم مباراة مباراة كرة قدم دولية، فلا شك أن حينما نقارن يعني أحوالنا لأحوال السلف لا انتبهنا إلى خطورة الوضع الذي نحن فيه وبعدنا عن هذا المنهج الذي نستعين وندعم الامتثال إليه. هذا واحد من علماء السلف يقول: بقيت سنين أشتري الهريسة لا أقدر،
لان وقت بلعها وقت سماع البصر. ولذلك قال الامام ابن القيم رحمه الله تعالى: واما سعادته فلا يورثك اياها الا بذل الوسع وصدق الطلب وصحه الدين. وقد احسن القائل في ذلك: فقل لمربي معالي الامور بغير اجتهاد وذوق المحاله. ما دام طلبك نفيس، ما دام طلبك نفيسا لابد ان تبذل ثمنا نفيسا. ومن احب ان يخطب الحسناء لابد ان يدفع لها المبلغ الذي تلتحقه. فالحور العين لا تخطب لا بالبيت ولا بالكفل ولا بالفراش، وانما تخطب بظهر هو الكذب والجد والتعب والصدق. ويقول الشاعر: لولا المشقة فاد الناس كلهم، الجود يقدم والاقدام الدام. ومن طمحت همته الى الامور العاليه فيجب عليه ان يسد على محبه الطرق الدينيه وهي السعاده، وان كانت ابتدائها لا تنفك عن درب من المشقه والكره والتاليف. وانها متى اكرهت النفس عليها وثيقت طائعه وكارهه اليها وصبرت على لاوائها وشدتها اغضت منها الى رياض منقه ومقاعد صدق ومقام كريم. تجد كل لذه دونها لاعب الطبي بالعصور بالنسبه الى لذات الملوك. فحينئذ حال صاحبها يعني الانسان الذي يكد ويسعى في الدنيا في سبيل تحصيل مراتب ومنازل الاخره. ويجد في الدنيا التعب والمشقه والسهر والهجره، يعني الراحه وهجر البلد ذاتي، ثم اذا به حينما يعاين الثمره في الاخره اذا به ينشد ويكون حاله كما حال كحال القائل: وكنت ارى ان قد تناهى بي الهوى الى غايه ما بعدها لما ذهبوا، فلما تلاقينا وعاينت حسننا فالهمت اني انما كنت العب. حين يرى الثمن العظيم والجزاء الوفير الذي يلقاه في الاخره فانظر الى عبادته التي وجهاده في الدنيا هذا، لانه كان لعنا كان لعنا على حد قول النبي صلى الله عليه واله وسلم: لو ان رجلا يجر على وجهه من يوم ولد الى يوم يموت هرما في مرضاه الله عز وجل لحقره يوم القيامه. فالمكارم منوته بالمكارم، فالسعاده لا يؤمر عليها الا على ذكر من المشقه، فلا تقطع متى فتوى الا في سكينه الجد والاجتهاد. قال مسلم في صحيحه: قال يحيى بن ابي كثير: لا ينام العين براحه الجسم، لا ينام العين براحه الجسم. وقد قيل: من طلب الراحه ترك الراحه، من طلب الراحه ترك الراحه. فلا واصل الحبيب انا اليه بغير مشقه ابدا تروجه. ولولا جهل الاكثرين بحلاوه هذه اللذه وعدم قدرها لتجالبوا عليها بالدهون. لولا ان اغلب الناس في حاله جهل بلذه العلم ولذه يعني السعاده التي ينالها الانسان في هذه الدنيا وعنف الاخره، بدل يعني يشقى ويكدح ويتعب في سبيل تحصيل هذه المراتب العاليه، لو كل الناس عينوا ذلك لحصل بينهم تجالب وختال بالدهون. ولكنها حبت بحجاب من المكارم، حبت وحبت بحجاب من المكارم، فيذهب فيها اغلب يعني الناس، فحجبوا عنها بحجاب من الجهل، لان فضل الله لها من يشاء من عباده، والله ذو الفضل العظيم. يقول الامام الشافعي رحمه الله تعالى: حق على طلبه العلم بلوغ رايه جهدهم في الاكتفاء من علمه، والصبر على كل عارض دون طلبه، واخلاص النيه لله تعالى في ادراك علمه نقصا واستنباطا، والرغبه الى الله تعالى في العون عليه. لا تحسب المجد ثمرا انت اكله، لن تبلغ المجد حتى تلع الثمرا. وقد كان اهل العلم رحمه الله تعالى يلاكون المصاعب والشدائد في تحصيلهم للعلم. مرح الامام ابن مسالم النحوي صاحب كتاب القصر والمغني وغيرهما، قصر هو قصر ايه؟ قصر الندى وذل الصلاة. نعم، ايه المغني؟ كتاب المغني عايزين صوت عالي. نعم، مغني المغني عن كتاب العليم. المنزل هشام نصح طلبة العلم بالصبر على مشاق العلم والتحصيل، إذ هو شرط في ليل المراد العزيز الغالي. فيقول رحمه الله: ومن يصبر للعلم يظفر بليله، ومن يطلب الحسناء يصبر على الأجل. ومن لم يذل النفس في طلب العلا يسيرا يعش دهرا طويلا أخا ذلي.
يقطع او يقطع السفر ويصل الانسان الى البلد الذي يرومه ويسافر اليه بنزول الجاده وقيم الليل. فاذا حاد المسافر عن طريق ولاد الليل كله فمتى يصل الى مقتله؟ الجد من جدي والحرمان في كتله فانت تصد عن قليل هذا كم امرين. فعليك يا طالب العلم ان تجد في التحصيل، فان الامر كما قال ابن الجنيد ما طال احد شيئا بجد وصدق الا ناله، فان ما ناله كله نال بعضه. هذا هو علو الهمه في طلب العلم، غير على الوقت ان ينتقى في غير توبه. فاهم خطائط طالب العلم العالي الهمه الغيره على الوقت، انه يغار على الوقت، يمكن ان يلحظ بالمال لكن لا يلحظ بربه ولا يجلس الا الى من يستفيد منه. يحصل فائده متبادله ان جلسات الانس والسمر والملاح واللهب له فلا يعرفها طالب العلم الكبير العلم. فابعد خطا طالب العلم الجائز في طلبه ان يغار على وقته، ان يضيع في غير ما يقربه ويحصل فيه العلم. بجانب الغيره على الوقت عزم يدلى الجديدان وهو طالب فقير، يعني تمر الايام ومع ذلك عزمه لا تنال منه الايام ضعفا او فتوحا او فرا، انما يغير كالطالب القاطع الفقير بيت الحاله. وحرص لا يسقي غريبه الا ان يسترق من موارد العلوم باكواب صالحه. فطالب العلم شرب ونهي، شرب ونهي، شريته منتبه جدا وحريص جدا على ان يغترف من العلم ويشرب من بحور العلم ولا يروع، لانه يشتاق الى المدينه فلا يقنع بحد محدود. وغوص في البحث لا تحول بينه وبين نتائج العلوم، وعيرة المسلك ولا يكون مسافة الطريق، وألسنة مهذبة لا تقع في لوم ولا مهاترة، كيف لا وقد شغلت بالحق فأشغلها عن الباطل. أن أعظم ما يعظم الإنسان من آفات اللسان واللغو والباطل أن يشتغل بالأمور الجادة، لأن الإنسان لا يقع في الغيبة والنميمة وهذه الآفات من الجدل والمراء والرياء وغير ذلك، لا يقع فيه إلا نتيجة الفراغ، هذه أعراض مرض الفراغ والبطالة. أما إذا بادر بشغل نفسه بالحق فإنها بذلك تنشغل عن الباطل. كان حال سلف الأمة في طلب العلم ونشره والتصديق فيه حالا عجيبا، استثمروا فيه أوقاتهم وأثنوا شبابهم فحصلوا ما يدهش العقول ويظهر الألباب ويستمر والهمم. فهيا نطالع أحوالهم ونقتدي لنقتدي بهديهم ونسيرا على سننهم. يقول الشاعر: وحدثتني عنهم يا سعد فجدتني بهم غراما فجدني من حديثك يا سعد. ويقول الاخر في نفس هذا المعنى هو التشوق الى مطالعه احوال وسير السلف الصالح حتى تقام على الهمم الراقده. كرر علي حديثهم يا حادي فحديثهم يجلي الفؤاد الصادي. فنبدا اولا ببيان حرص السلف الصالح رحمه الله تعالى على طلب العلم الشريف. فالعلم هو صناعة القلب وهو شغل القلب، يعني العلم وظيفة يؤدى أساسا بالقلب. إذا حمل هم رفع رذيلة الجهل والتحلي بالعلم الشريف فإن القلب ينشغل بذلك ينشغل بذلك ويكون هذا جملة أهمه. فما لم تتفرغ من صناعته وشغله لم تنلها. فلابد أن يركز طالب العلم ويوحد همه. وله وجهة واحدة، القلب ليس له إلا عناية سبيل الشيء واحد فقط، كما قال تعالى: ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه. فالقلب له لا يمكن أن ينشغل أو أن يتأذى إلى أكثر من وجهة. فإذا وجهت همة القلب إلى اللذات والشهوات انصرفت عن العلم. لابد من ترجع همته إلى اللذات والشهوات فلن يجد همة تقوده إلى طلب العلم. ومن لم يغلب لذة إدراكه العلم وشهوة العلم على لذة جسمه وشهوة نفسه لن ينم درجة العلم أبدا. فإذا صارت شهوته في العلم ولذته في إدراكه رضي له أن يكون من جملة أهله. ولذلك كان علماؤنا رحمه الله تعالى يحرصون على العلم وجمع العلم حرصا ليس له بديل. نذكر أمثلة من ذلك. مثلا من الصحابة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أمير المؤمنين يقول: كنت انا وجار لي من الانصار، هو اوس ابن خوالي الانصاري،
في بني أمية كان بذلك يعني في ناحية بني أمية. وهو من عوالم المدينة فكنا نتناوب النزول على رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل يوما وأنزل يوما، فإذا نزلت جئت بخبر ذلك اليوم من الوحي وغيره، وإذا نزل فعلى مثل ذلك. اتفق هو الجواب على أن كل يوم يعني كل نوبات بالتبادل يذهب هذا يوما يعني عن حق العلم ثم يعود ويعلم الآخر ثم يعود ثم يرى الثانية الآخر وهكذا من أجل أن لا يكون شيء من العلم. وعن ابن عباس رضي الله عنه قال لما قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لرجل من الأنصار هلمنا فلنسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه اليوم كثير. فقال يا عجب النبي ابن عباس أترى الناس يدخلون إليه ففي الناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيهم؟ قال أتركت ذلك لم يأتي عزمه تثبيت هذا الرجل، وإنما لم يبالغ لأن وجد أن الهمة ليس فيها إحياء عارف أنه إذا بقي معه سوف يجده إلى أسد ويعقله. ولذلك انطلق عنه ابن عباس مع صغر سنه في ذلك الوقت رضي الله تعالى عنه يقول فتركت ذلك وأقبلت أسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أذكر ابن عباس رضي الله عنهما أم بدن من نماذج حرص على طلب العلم يقول وإن كان يبلغني الحديث عن الرجل فآتي باله وهو قائل يأتي عن وقت القيلولة قبل صلاة الظهر مباشرة فأتى أن يدق الباب حتى لا يقله من القيلولة، وإنما حينما يعني يأتيه يقول فأتيكتب ردائي على بابه يتخذ من ردائه رسالة وينام على الباب كنت باله وهو خارج صلاة الظهر يكفر الريح علي من التراب فيخرج فيراني فيقول يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء بك؟ هل ارسلت الي فاتيك؟ فاقول لا انا احق ان اتيك. فاساله عن الحديث فعاش هذا الرجل رجل الامطاري فعاش هذا الرجل الامطاري حتى راني وقد اجتمع الناس حولي يسالونني فيقول هذا الفتى كان اعقل مني هذا الفتى كان اعقل مني. ولما فتحت البلاد آثر ابن عباس من أجل العلم رمع الهواجر في ضروب المدينة ومسالكها على الظلال الوارثة في بساتين الشام وثياب العراق وشطان الدين ومجلة والفرات. قال رضي الله عنه لما فتحت المدائن أقبل الناس على الدنيا فأقبلت على عمر رضي الله تعالى عنه يعني كي يتعلم منه وعز فينا من تحمله. يقول الشاعر لكل من الدنيا مراد ومقصد فإن المرادي صحة وصلاه لأبلغ في علم الشريعة مبلغا يكون دينه دينه من دينه له. وفي مثل هذا فليناسب كل لها بحسب من الدنيا الغرور بلاه فما الفوز إلا في نهيب مؤبد به العين رغد به العيش رغد والشراب مساه. يخبر أيضا ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن ذئبه في طلب العلم يقول كنت آتي باب أبي بن كعب رضي الله عنه وهو نائم فأقيل على بابه فعلم المكان لأحب أن يوقظ لي لمكان من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكني أكره أن أمله أكره أن أمله وأرجعه. وقال أيضا ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كنت ألزم الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من المهاجرين والأنصار فأسألهم أو سأسألهم عن مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما نزل من القرآن في ذلك وكنت لا أبي أحدا إلا سر بإتياني لقربي من رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعلت أسأل أبي بن كعب يوما وكان من الراسخين في العلم عما نزل بالقرآن في المدينة قال نزل بها 27 سورة وسائرها من الكتاب. وقال الشافعي رحمه الله تعالى حفظت القرآن وأنا ابن 7 سنين وحفظت الموطأ وأنا ابن 10 سنين. وقال أيضا فلما ختمت القرآن دخلت المسجد فكنت أجالس العلماء وكنت أسمع الحديث أو المسألة فأحفظها ولم يكن عند أمي ما تعطيني أشتري به كراطيس يعني أوراق أو كراسة فكنت إذا رأيت عظما يلوح آكله فأكتب فيه فإذا امتلأ فرحته في جرة كانت لنا قريبا يعني حدثت يعني جاي في جرة مثل الزير يجمع فيها هذه اللحم والعظام التي كتب زلالا عليها العلم. وقال ايضا رحمه الله لم يكن لي مال لان الامام الشافعي نشأ يتيما فقيرا رحمه الله
لم اكن لي مال وكنت اخذ العلم في الحلال يعني في مستهل العمر، وكانت سن الامام اقل من 13 مثلا، وكنت اذهب الى الديوان استوهب الظهور يعني اسالهم ان يهدوني ظهور الاوراق المكتوب عليها لان الظهر يكون خاليا فاكتب فيها. وقال ابن ابي حاتم سمعت المزني يقول فيها للشافعي كيف تهلكك للعلم، كيف حرصك تهلكك في كيف تهلكك للعلم. قال اسمع بالحرف، الحرف هنا بمعنى الكلمه، اسمع بالحرف مما لم اسمعه فتود اعضائي ان لها اسماعا تتنعم به ما تنعمت به الاذنان. تود ان كل جسم يكون اذان لشده ما تتلذذ اذنه بسماع العلم لم يكن تنعمه من قبله، فيبدا ان كل اعضائك تكون عباره عن اذان تتلذذ بسماع هذا العلم الشريف. قيل له كيف حرصك عليه؟ قال حرص الدموع المنوع في بلوغ لذته للمال. يعني تخيل رجلا جموعا جموعا اللي هو الزواب يعني يجمع يجتهد في جمع المال من كل عرس ثم يدخل به ويهل، كيف يكون شده حب هذا الرجل للمال وحرصه عليه؟ فلما سئل عن حرصه على العلم قال حرص الدموع المنوع في بلوغ لذته للمال. فقيل له فكيف طلبك له؟ كيف تقول العلم؟ قال الشافعي طلب المرأة المضلة ولدها ليس لها غيره. لو تخيلت امرأة ليس لها سوى ولد واحد وضل ولدها فكيف تشتري البحث عنه الأشجار هذه الدالة؟ فيقول هذا هو حرصي على أو طلبي للعلم. هذا محمد ابن سلام شيخ من شيوخ الإمام البخاري رحمه الله تعالى، كان في حال الطلب جالسا في مجلس الإملاء، كان جالسا في مجلس الإملاء الشيخ يملي والثور يحدث ويملي فانكسر قلمه فأمر أن ينادى قال أنجدي نار فتتغير إليه الأقلام، لأن طبعا لو بعد لحظة واحدة يفوت سماع حرف من الحديث أو كلمة أو جملة لكانت مصيبة لا يعودها مال الدنيا. فيراد أن يغري الذين يسمعونه أن يسافر القلم في الحال، فرفع سعر القلم إلى هذا السعر الكبير جدا طبعا دينار ده شيء كبير أوي، فقال قلم بدينار فتغيرت إليه الأقلام من كل صوت وذلك كي لا يفوت شيء من نوره الشيخ. وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى أول من كتبت عنه الحديث أبو يوسف، ولقي الإمام أحمد العراق الحديث في بغداد من سنة 79 إلى سنة 86، ولزم عالما كبيرا من علماء الحديث والآثار في بغداد لمدة 4 سنوات، وهو حسين بن بشير بن أبي حازم الواثقي المتوفى سنة 83. وسمع ايضا الامام احمد عبد الرحمن ابن مهدي وابا بكر ابن عناس، وكان في طلبه من العلم مثالا الجد والشوق والنشاط. يحكي الامام احمد رحمه الله تعالى عن طلبه طلب العلم وهو طفل صغير جدا، يقول كنت ربما اردت البكوع في الحديث، فنحن نريد التفكير في الخروج في طلب العلم، لان معلوم ان كل الواقع في البكوع، فقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم الله ذلك يوم في بكورها وهو الوقت الذي بعد صلاه الفجر، فكان يأخذ قبل أذان الفجر حتى يلتمس يعني يلتمس الحديث. يقول كنت ربما أردت البكوع في الحديث فتأخذ أمي بثيابي حتى يؤذن الناس أو حتى يصبحوا، تأخذ أمي أن تنعاه ويخرج إلى أن يؤذن الناس يؤذن صلاة الفجر أو حتى يصبح الناس. وقال لو كان عندي 50 درهما لقبلت إلى زميل ابن عبد الحميد. أما سفيان الثوري فإنه قال رحمه الله تعالى لما أردت أن أطلب العلم قل يا رب إنه لا بد لي من معيشة، يعني لا بد له من كان مال أو مصدر مال يعني يكون به حياته، يا رب إنه لا بد لي من معيشة ورأيت العلم يدعوني، رأى العلم ينمحي في الناس وإنت يا رب فكنت أفرغ نفسي لطلبه. قال وسألت ربي الكفاية أن يتولى الله تعالى أمر رزقي وكفايتي، وعزم على طلب العلم حتى كفى انه وجدته الانفاق عليه. قالت له امه يا بني اطلب العلم وانا اكفيك بمرزقه، فاخذ يتلقى العلم عن شيوخه المتعددين وعن كل من يحمل علما او خبرا. وكان سفيان الثوري كثيرا الاهتمام في طلب العلم، وانتبه جيدا لهذه العباره. ذكر ابو نعيم انه اي سفيان الثوري كان اذا لقي شيئا ساله، كان كلما يقول الشيخ يسأله، الشيخ يعني كلمة السن، كان كلما لقي شيخا سأله،
هل سمعت من العلم شيئا؟ فإن قال لا رد عليه وقال لا جزاك الله عن الإسلام خيرا. كان العلم شيئا شيخا سأله هل سمعت من العلم شيئا؟ فإن قال لا قال لا جزاك الله عن الإسلام خيرا. ومن مظاهر اهتمامه بالعلم أنه كان يقول ينبغي للرجل أن يكره ولده على طلب الحديث فإنه مسؤول عنه، فإنه مسؤول عن تعليم ولده. ولم يكن اهتمامه سفيانا بالعلم مقصورا على طلبه، بل كان يعمل به ويحرص على إسعاده بين الناس والدعوة إليه. قال أبو نعيم أنه كان يقول ليس عمل بعد الفرائض أفضل من طلب العلم، أفضل ما يستوي به الإسلام بعد الفرائض هو طلب العلم. وكان يقول لا نزال نتعلم العلم ما وجدنا من يعلمنا. وقال تعالى ما فقدت إبراهيم الحربي من مجلس لغة ولا نحو 50 سنة، 50 سنة مقتصرة كان لم يستقله في مجلس نحو ولا لغة. وذكر الحافظ الذهبي في ترجمة أبي حاتم الرازي محمد بن إدريس المتوفى 73 و200 أن أبا حاتم قال لي أبو زرعة يعني الرازي ما رأيت أحرص على طلب الحديث منك، فقلت له إن ابني أي إن عبد الرحمن ابني لحريص. فقال من أجبر أباه تناولا؟ قال منان وهو أحمد بن علي أحد رجال إسلام الخبر. فسألت عبد الرحمن اللي هو ابن أبي حاتم، سألت عبد الرحمن عن اكتفاء فترة السماع له، يعني من أين لك كل هذه الروايات التي رأيتها عن أبيك؟ من فسألت عبد الرحمن عن اكتفاء كثرة السماع له وسؤالاته لأبيه لأنها كانت كثيرة جدا. فقال ربما كان يأكل وأقرأ عليه، كان يغتنم القراءة من أبيه في داخل البيت، كان ربما كان يأكل أبوه وأقرأ عليه ويأكل، كان ربما كان يأكل وأقرأ عليه ويمشي وأقرأ عليه ويدخل الخلاء وأقرأ عليه ويدخل البيت في طلب شيء واقرأ عليه، يعني اغتنم الفرصة الى اقصى حد ممكن. فكانت كاملة تلك الحافظة النادرة على الزمن والحرص على طلب العلم كانت ثمرة ذلك نتاجا علميا كبيرا، منه من هذا النتاج كتاب الجرح والتعديل في 9 مجلدات وهو من الكتب النفيسة الحافلة الرائدة في العلم، من أيضا كتاب التفسير في عدة مجلدات وكتاب المسلك في 1000 جزء. وقال الذهبي رحمه الله تعالى قال علي بن رحمة الخوارزمي قال ابن أبي حاتم كنا بمصر 7 أشهر، يعني عاش أبي حاتم رحمه الله تعالى مع إخوانه طلبة العلم الذين كانوا رحلوا معهم في طلب العلم في مصر، مكث هناك 7 أشهر. يقول كنا بمصر 7 أشهر لم نأكل فيها مرقة، يعني ما نأكل طبيخا، لم نأكل فيها مرقة. لها رنا ندور على الشيوخ وبالليل ننتخ ونقابل. فأتينا يوما أنا ورفيق لي شيخا فقالوا هو عليل، فرأيت سمكة أعجبتنا فاشتريناها. فلما صرنا إلى البيت حضر وقت مجلس بعض الشيوخ فمضينا، فلم تبل السمكة 3 أيام وكادت أن تمكن، فأكلناها ليئة لم نتفرغ لشربها. ثم قال لا يستطاع العلم براحة الجسد. يقول الشاعر لولا 3 قد شغفت بحبها، ما عدت في حوض المنية موردي ولا رواية للحديث وكتبه والفقه في كيسه وذاك حب المهتدي. هذا هو الإمام سليم بن أيوب الرازي أحد خلال أئمة المذهب الشافعي ب43 و40. يحاسب نفسه على الأنفاس أم تضيع دون إفادة أو استفادة. قال أبو الفرج غير ابن علي التنوخي الطولي وحدثت عنه أنه كان يحاسب نفسه على الأنفاس، يحاسب نفسه على الأنفاس يعني اللحظة التي يستعملها النفس كان يظن بها ويدخل بها ويحاسب نفسه على هذه الأنفاس. لا يدع وقتا يمضي عليه بغير فائدة، إما ينسخ أو يدرس أو يقرأ، وينسخ شيئا كثيرا. ولقد حدثني عنه شيخنا أبو الفرج الإسرائيلي وهو أحد تلامذته أنه نزل يوما إلى داره ورجع فقال قد قرأت جزءا في تاريخه، فرغ من كتاب أو جزء في التاريخ أثناء ذهابه إلى البيت ورجوعه، قرأ من قراءته في الطريق. وقال وحدثني محمد بن الحسن أنه رأى سليما
خطي عليه القلم او خطي عليه القلم يعني القلم بقى ولم يعد صالحا للكتابه فالى ان قطه جعل يحرك شفتيه الى ان قطه يعني تناول القلم واخذ يعني يقطعه بالمدراء يعني فالى ان قطه يهيئ الكتابه من جديد جعل يحرك شفتيه بهذه المحاضره يعني بحيث ان حركه دي حركه رياضيه حركه ميكانيكيه ليس حركه ذهنيه فالحركه الميكانيكيه يمكن ان يعني يجتمع معها حركه النشاط الذهني فلذلك هذه الفتره لا تحتاج لقراءه به اللحظات التي استغرقت جري القلم واداب الكتابه ظل يحرك شفتيه فعلم انه يقرا بإزاء اصلاح القلم لان يمضي عليه زمان وهو خارج او كما قال توافق ابن ناصر الحافظ وهذا أبا الطائر الثلاثي رحمه الله تعالى يريد أن يلخص أسلوبه في طلب العلم وفي تحديد العلم فلقطها في كلمة واحدة أهم نار قال في وصفه كأنه شعلة نار في التحصيل كأنه شعلة نار يعني متخذة في تحصيل العلم وكان الخليل ابن أحمد الفرهدي رحمه الله تعالى يقول أثقل الساعات علي ساعة آكل فيها أثقل الساعات علي ساعة آكل فيها لماذا؟ لأن الوقت يضطر إلى أجل العلم وكان عثمان الباقلاوي دائما ذكري لله تبارك وتعالى فقال إني وقت الإفطار أحس بروحي كأنها تخرج لأجل استغرائي بالأكل عن الفكر وقال عمار ابن رجاء سمعت عبيد بن يعيش يقول أقمت 30 سنة ما أكلت بيدي بالليل أي وقت في الليل ما تفرع أبدا في الليل أن يأكل فكان يجلس يكتب الحديث وتأتي أخته تلقنه تضع له اللقم في فمه لأنه ما عنده وقت يتناوله بيديه أي نعم فأنا أدري هل بعد هذا هذه النماذج التي نراها هل الثلاث كان عندهم وقت يعني لأن يجلس أمام تلفزيون حتى لو كان واحد يعني كمان بلاوع يعني بغض النظر عن الفساد الذي فيه التدرج والموسيقى وغير ذلك من عود الله سبحانه وتعالى ما كانوا يعني يعرفون يعني يعملون الى هذه الاشياء اني وقت الافطار وخذت بروحي كانها تخرج لاجل اشتغالي بالاكل عن الذكر ويقول عبيد بن عيش اقمت 30 سنة ما اكلت بيدي بالليل كانت اختي تلقبني وانا اكتب الحديث وكان داود الطائي يلتف الفتيت يلتف الفتيت يعني يجمع بين ال يعني الفتيت اللي هو يعني لو في مثلا خبز زي الثمار مثلا شو الحاجات الجافه دي يعني ينفصل عنه ايه؟ اشياء دقيقه البقايا الفتيت المتفتت فما كان ياكل خبز يعني لقمه الخبز المتفتت هذه كلها وانما كان يلتف يعني طبعا كلمه يلتف دي بقى نحن نفهمها يعني يضع الكمية الكمية من الحديث في يده ويتناولها بلسانه مباشرة يقول بين تفك الفتيت وأكل الخبز قراءة 50 آية يقارب من الوقت الذي يستغرقه إلى تناول الفتيت وهو استفقه بالوقت الذي يأخذه إذا كان الخبز سليم ويقطعه لقمة لقمة ويمضغه جيدا ويكسره إلى آخره يأخذ وقت قبل 50 آية فيقول أنا أكثر من 50 آية ووصل هذا الوقت فكان يكتف الفتيت ويكون بين كف الفتيت واكل الخبز قراءه 50 آية ويخرج من نفس المشكاه قول الامام الجميل ابن عقيل الحنبلي رحمه الله تعالى يقول رحمه الله وانا اقصر بغايه جهدي اوقات اكلي ابن عقيل طبعا مشكور في كتاب شهير جدا اسمه الفنون في كم مجلد بعضهم يقول 300 مجلد اي نعم يقول وانا اقصر بغايه جهدي وقت اكلي حتى اختار فرس الكعك وتحسيه بالماء على الخبز لاجل ما بينهما من تفاوت المضغ لانه بالسف الكعك الكعك يعني يكتمل بسرعه فيستوعب وقت سريع اما الخبز اذا مضى اليوم فطبعا هياخذ وقت اطول يقول وانا اقصر بغايه جهدي اوقات اكلي حتى اختار فرس الكعك وتحسيه بالماء يشرب الماء بعد المشرب على الخبز لاجل ما بينهما من تفاوت المضر توفرا على مطالعه او تبطيل فائده لم ادركها بل ان احدهم لاحزن ويصيبه المرض اذا فاته شيء من العلم فقد ذكروا لشعبه
حديثا لم يسمعه، ذكروا حديثا يقول عن الشيخ والشيخ كان معه مثلا وفات هذا الشيخ فلم يسمعه من الحرم، فلما ذكر له هذا الحديث وهو لم يسمعه من هذا الشيخ جعل شعبة رحمه الله تعالى يتحسر ويقول يا حزناه يا حزناه يا حزناه. وكان يقول شعبة إني أذكر الحديث فيكوتني فأمرض، يحاول أن يراجع الحديث لا تذكره فإذا ما تذكره يتوب المرض من شدة الحزن على ذلك. وقيل للشعبي من أين لك هذا العلم كله؟ قال بنفي الاعتماد والسير في البلاد وصبر كصبر الحمار وبكور كبكور المراب. وكان من حرصهم على العلم ومجالسه انك تجدهم يعدون في الطرقاء كانهم مجانين. علماء الحديث ورواه الحديث كان الواحد منهم اذا مشى في الطريق فانه يعني حتى يعني يوفر الوقت كان يعدو ويجري بسرعه جدا في الطريق. حتى قرر مجتهد عرفه في بعض البلاد ان اذا راى واحد يجري بهذه الطريقه يقول اما مجنون او صاحب حديث. فكان يعدون في الطرقات كانهم مجانين. ولذلك يقول شعبه رحمه الله تعالى ما رايت احدا قط يعدو الا كنت مجنون او صاحب حديث. مجنون لا يجاري فان يفعل هذا في الطريق او صاحب حديث تاكله العوره على الوقت ويجري بسرعه حتى يوفر الوقت. يقول المحافظ ابو اسماعيل الهروي الانصاري رحمه الله تعالى المحدث يجب ان يكون سريع المشي سريع الكتابه سريع القراءه. وبعض العلماء قال يمكن ان يرياك سريع الاكل. قال تحلون لا يصلح العلم لمن ياكل حتى يشبع. ايوه. فقال الحاكم الطيبي رحمه الله تعالى حدثنا شيخنا الكناني عن ابيه صاحب الخطابه اسرع اقل علم في ثلاث الاكل والمشي والكتابه. ايوه. وعن عبد الرحمن ابن تيميه قال عن ابيه كان الجد اذا دخل الخلاء يقول لي اقرا في هذا الكتاب وارفع صوتك حتى اسمع. يعني حتى هذا الوقت داخل الخلاء حتى لا يكون وقتا ضائعا يجعل ابنه يقف في الخارج ويقرا الكتاب ويرفع صوته حتى يستفيد لانه لا يستطيع ان يصطحب الكتاب الى الخلاء. فكان العلامة الكبير ابو المعالي محمود شكري الاميري البغدادي الحكيم رحمه الله تعالى وهو عالم كبير من علماء المنهج السلفي الذين نصحوا عنه اشد المنافحه وانتقوا له اعظم الانتصار في كتاب مشهور اسمه ايه؟ غايه ايه؟ غايه الاماني في الرد على المبادئ. كان ينتاج بالجد الشديد والحرص على الوقت فكان لا يثنيه عن دروسه حناره القيم ولا يؤخره عنها طرف مرض الشتاء. وكثيرا ما تعرض تلاميذه بسبب تاخرهم عن موعد الدرس الى النقد والتعنيف. يحكي عنه تلميذه العلامه الجليل السلفي الشيخ الاهنف الاثري رحمه الله تعالى يقول اذكر انني انقطعت عن حضور نفسه في يوم المزعج شديد الريح غليل المطر كثير الريح. العلامه بهجت الاثري رحمه الله قال اكيد ان اليوم تكون الرياح كثير لان في مطر ورحم وطين وغرب وكذا وثلج يعني انقطع عن حضور الدرس والله يقول ظنا مني انه لا يحضر الى المدرسه. قال مش ممكن الشيخ يخرج الى يوم ايه الى الدرس. فلما تخطت اليوم الثاني الى الدرس صار ينشد بلهجه ربان ولا خير فيمن عاقه الحر والبرد. يعاتبه بذلك ولا خير فيمن عاقه الحر والبرد. وقال العلامه القراني محمد الامين الشنقيطي رحمه الله تعالى كما يعني ذكرنا مرارا العلامه الشنقيطي من نوابغ النبغيين والعباقره في هذا الزمان. يعني كما عبر بعض الاخوه قال ان هذا رجل يعني قتل او قبيله خلفت من القرون الاولى واستقرت سنه في القرن الرابع عشر الهجري رحمه الله تعالى. كان رجلا يجلس في احواله وفي علمه وفي ملكاته يعني علماء السلف الصالح رحمه الله تعالى. يقول العلامة القرآني رحمه الله تعالى قدمت على بعض المشايخ لأدرس عليه ولم يكن يعرفني من قبل. وطبعا الشيخ الشنقيطي كان في هذا الوقت صبيا صغيرا يعني نظام طلب العلم في شنقيط وهو موريتانيا
ان الشيخ بينزل جنزلهم في الصحراء واضح، ينزل الشيخ في مجان ويتخذ خيمة ثم يأتي الطلبة ويضربون الخيام حول خيمته ويتفرغون تماما للعلم الذي سيتلقاه عن هذا الشيخ، فإذا فرغوا منه انتقلوا إلى غيره في الصحراء واضح. فانظر إلى التغيير، تغيير طفل صغير ذهب إلى الشيخ كي يدرس عليه كتاب نامية الأفعال. ايه اول كلمة في نامية الأفعال؟ هل تحضرها؟ الله مستعان. الحمد لله لا أبغي به بدلا، الحمد لله لا أبغي به بدلا. فالشيخ لما ولد الشنقيط وهو طفل صغير قادما إليه ونازلا عليه لم يكن الشيخ يعرفه من قبل، فأمام ملأ من التلامذة قال له من تكون؟ من أنت؟ فكنت مرتجلا كأن الطبيب صغير رد على الشيخ بهذا الباب الذي تنسله عليه، طفل صغير غير على شأن كي يتعلم نامية الأفعال الذي تبدأ بكلمة الحمد لله لا أبي به بدلا. فلما قال له من أنت ومن تكون؟ قال الشيخ الشنقيطي أو الطفل الشنقيطي رحمه الله هذا فتى من دمي إذا كان قد نزلا به الصبا عن لسان العرب قد عدلا رمت به همية علياء نحوته إنسان برق عروم نوره اشتعلا فجاء يرجو ركاما من تحائله تكتو لسان الفتى أزهاره حللا ازداق ضرعا بجهل النحو ثم أبى ألا يميز شكل العين من فعلا وقد أتى اليوم قطا مولعا كلفا بالحمد لله لا أبغي به بدلا. يعني ارتجل هذه الأبيات بمجرد أن سأل الشيخ من أنت ومن تكون. مضى رحمه الله في طلب العلم قدما وقد ألزمه بعض مشايخه بالكرام. الكرام في هذا السياق يطلب به أن يقرن بين فنين لأنهم كانوا يحترمون جدا التخصص، يعني عبد الله كان تركيز، يعني كان تاريخ الشنقيطة تأخذ علما واحدا إلى أن تذكره ثم تتحول إلى علم آخر. الشنقيطي بالذات بعض المشايخ لما رأوا فيه النجالة والذكاء العبقرية الأولوية أوجب عليه أن يقرن بين علمين لأن طاقته وقدرته تؤهله لذلك كي يعني يدرك في تحصيل العلم، ولأنهم تفرقوا فيه القدرة على ذلك فانطلق بهمة عالية في درس وتحصيل رحمه الله تعالى. حتى إن بعض المشايخ كما حكينا ذلك القصد لما رأى عليه عمارات النجابة والمخايل العبقرية قال له يا بني إن العلماء يعني يقولون يذهبون إلى أن من رأى من نفسه أو من أنس من نفسه عمارات الذكاء والنباهة والبلاء والنبوغ فإن طلب الإمامة يتعين عليه، يتعين عليه طلب الإمامة في الدين، يعني يشتاق طلب العلم حتى يكون قد صار هذا فرضا واجبا عليه أو كما قال رحمه الله. صور شدة انشغاله بطلب العلم في شبابه، قال رحمه الله تعالى في رحلة الحج وهو كتاب له مشهور قال الشنقيطي ومما كنت في شأن طلب العلم وقد كنت في أخريات زمني في الاشتغال بطلب العلم دائما الاشتغال به عن التزويج لأنه ربما عاق عنه كان منشغلا به يرغب في زواجه ويطمع فيه. فلما صار الشغال بطلب العلم عن ذلك المنوال ايست مني يعني تزوجت رجلا اخر فتزوجت بعض الاغنياء فقال لي بعض الاصدقاء ان تتزوج الان لم تصلح لك تزوجت عنك غايات الحسب والجمال ولم تجد من يصلح لمثلك يريد ان يعزلني عن طلب العلم فقلت في ذلك هذه الابيات فيعني رد على صديقي هذا الذي رفعه الحق وإن كل البنات المناسبات لك سوف يعني ينتهين ولن ينتظرك أحد إذا أقررت على الاستمرار في الاشتغال بطلب العلم عن الكلام. فأجاب صديقه قائلا دعاني الناصحون إلى النكاح وبات تزوجت بيض الملاح فقالوا لي تزوج ذات دل خلوب اللحظ جائلة المشاح بحوثا عن مسورة الرقاق تمد الراح بالماء الفراح كأن محارها رشقات نبل تذوق القلب آلام الجراح ولا عجب إذا كانت لحاظ لبيضاء المحاجر كالرماح فكم قتلت كميا ذابلات وعيفات الجفون بلا سلاح فقلت لهم دعوني إن قلبي من الغي الصراح إلى المطاح ولي شغل بأبكار عبارة كأن وجوهها غرر الطباح تأخذ الكتب يعني والمسائل الأمنية ولي شغل بأبكار عبارة كأن وجوهها غرر الطباح أراها في النهار في لابسات بواقع من معاليها الصحاح أبيت مفكرا فيها فكنت طرحة لفهم الفجن خافضة الجناح أبحت حريمها جبرا عليها وما كان الحريم بمتباح.
هذه إشارة عذراء يعني عن يعني نظهر مراهر عنه هنا بالثلاث الثلاث رحمه الله تعالى بالثلاث وتكلمنا فيه عن شدة حرصهم على طلب العلم من علوم مهمتهم أيضا قراءة كتب الحديث في أيام قليلة فقد جاء في ترجمة المجد الفيروز الألباني صاحب القاموس أنه قرأ صحيح مسلم في ثلاثة في أيام بدمشق قرأ كل صحيح مسلم في ثلاثة في أيام وأنت لا قرأت بحمد الله جامع مسلمي بزوج دمشق الشام دم الإسلامي عن ناصر الدين الإمام ابن جهل بحضرة حفاظ المسادير أعلامي وتم بتوفيق الإله وقبله قراءة ضبط في ثلاثة أيام وقرأ الحافظ أبو الفضل العراقي صحيح مسلم على محمد بن إسماعيل الخباز بدمشق في ستة مجالس متوالية قرأ في آخر مجلس منها أكثر من ثلث الكتاب وذلك بحضور الحافظ زين الدين ابن علم وهو يعلو بمنخته وفي تاريخ الذهبي في ترجمة إسماعيل بن أحمد النيسى بوريه بريض ما نصه وقد سمع عليه الخطيب البغدادي بمكة صحيح البخاري بسماعه من الكسليهني في ثلاثة مجالس اثنان منها في غيبتين كان يبتدئ بالقراءة وقت المغرب ويختم عند سلام الفجر والثالث من صحوة النهار إلى طلوع الفجر قال الثاني وهذا شيء لا أعلم أحدا في زمانها يستطيعه وقال الحافظ البخاري وقع لشيخنا الحافظ ابن حجر أذل مما وقع لشيخ المجد المغني فإنه قرأ صحيح البخاري في 40 ساعة رملية ما أدري بالضبط 40 ساعة رملية كم بالضبط يعني كم مقياس ما نعرف الآن وقرأ يعني ابن حجر صحيح مسلم في 4 مجالس فيها مجلس القرآن فيها الليل قرأ مسلم في مجلسين وقرأ سنة الدماغة في 4 مجالس وقرأ كتاب النسائي الكبير في 10 مجالس كل مجلس منها نحو 4 ساعات وقرأ صحيح البخاري في 10 مجالس كل مجلس منها 4 ساعات ثم قال البخاري وأسرع شيء وقع له أي مثل حاجة أنه قرأ في رحلته الشامية معجم الطيراني الصغير في مجلس واحد بين ثلاثي الظهر والعصر وبين الظهر والعصر قرأ كتاب المعجم الصغير وهو يشتمل على نحو 1000 حديث وخمسمائة حديث 1500 حديث بين الظهر وبين العصر من مظاهر علو همتهم أيضا في طلب العلم علو همتهم في الرحلة لطلب العلم الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال رحل جابر بن عبد الله مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في حديث واحد سافر مسافة شهر كامل إلى عبد الله بن أنيس كي يسمع منه حديثا واحدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحل أبو أيوب الأنصاري من المدينة إلى عقبة بن نافع وهو في بصرة ليروي عنه حديثا حتى يتلقاه منه مباشرة في بلد عام فقدم بصرة تأملوا وتأملوا أيضا أوضاعنا نحن الآن أبو أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه رحل إلى من المدينة إلى مصر ليقابل عقبة بن نافع رحمه الله ليروي عنه حديثا رضي الله عنه ليروي عنه حديثا فقدم أبو أيوب مصر ونذر عن راحلته ولم يحل رحلها فسمع منه الحديث ورجل راحلته وقفل إلى المدينة راجعا وقفل إلى المدينة راجعا نحن الآن في هذا الزمان اللي بيسافر المدينة بالحج البري بالسفر البري يقول أنا فعلت وصبرت وعانيت فتخيل أن هذا يأتي بجمل وأحيانا يكون رجلا على قدميه يعني كي يأتي لأيوب يعني أبو أيوب يأتي لأخر الناس يسمع منه الحديث ولا يعني يزيل الرحل الأشياء التي تكون على البعير أو الرحلة فإنما يثبتها يسمع منه الحديث ثم يرجع لفوره ثانية إلى المدينة وقال مالك عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب أو ابن المسيب قال كنت أرحل الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد وقال أبو العالية رقية ابن مهران الرياحي البصري كنا نسمع الرواية عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن من بصرة فما نرضى حتى نركب إلى المدينة فنسمعها من أفواههم وقال الحافظ ابن كثير في ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى رحل البخاري إلى سائر مشايخ الحديث في البلدان التي أمكنته الرحلة إليها وكتب عن أكثر من 1000 شيخ قال الجرمي سمع الصحيح من البخاري معي نحو من 70,000 لم يبق منهم أحد غيري 70,000 سنين يسمعون من الإمام البخاري الصحيح
وروى عن الرازي ما يدرك الام من عروج رحلته والنبي في الرحله لتحصيل العلم. اذ قال: اول مرحلة اقمت 7 سنين فمشيت على قدمي زياده على 1000 فرسخ. الفرسخ كم ميل؟ 3 ميل. وخرجت من البحرين الى مصر ماشيا ثم الى الرمله في فلسطين ماشيا ثم الى قرطوب فلي 20 سنة. يقول الشاعر: سأضرب في طول البلاد وعرضها أنال مرادي أو أموت غريبا، فإن تلفت نفسي فلله برها وإن تلفت كان رجوعها بها. ولم ينتشر العلم في بلاد المغرب والأندلس إلا برجال رحلوا إلى الشرق ولاقوا في رحلاتهم عناء ونقلا مثل أسد بن الفرات وأبي وليد البديل وأبي بكر بن العربي رحمه الله تعالى أجمعين. من مظاهر علو الامه ايضا في طلب العلم صبرهم على الفقر ومعاناه الفقر في سبيل طلب العلم. فقد حملت كتب الادب والتراجم والتاريخ والاخلاق باقوال العلماء في فقرهم وغربتهم وصبرهم على شدائدهم الخارقه واستهانتهم بها وعدم اشتراكهم بها او لها تمكنا منهم بمثيبه الصبر المحتجب فيه الاجر والذي كانوا فيه من الفائزين. فهذا قائل منهم يقول مسائلا عن مسكن الفقر ومنزله يعرفه فيستجبه. يقول: الفقر قاعد فين؟ اين المخبأ الذي يحتل في الفقر حتى احذر منه ولا يصلني الفقر؟ فيخبره الفقر انه جيده وانيزه وقديمه لا يبارحه ولا يسرقه. فقال: انا مختبر في عمالك، يعني انا احترق واعيش في عمائم الفقهاء، اشار الى ان العين يعانق الفقراء ولا يسرقه. قلت للفقر: اين انت مقيم؟ قال لي: في عمائم الفقهاء، ان بيني وبينهم لاخاء وعزيز علي ترك الاخاء. في طلاق الاخاء واخويا بين الفقر ولنا العلماء فلذلك لا يسرقه. قلت للفقر: اين انت مقيم؟ قال لي: في عمائم الفقهاء، إن بيني وبينهم لإخاء وعزيز علي ترك الإخاء. وآخر يجعل الفقه هو الفقر بعينه، إنما استدار الفقر استدار فصار هاء، فصار يمكن تكونها فقها وأصلها فقرا. فيكون مشيرا إلى التلازم بين الفقه والفقر. يقول: إن الفقيه هو الفقير، وإنما راء الفقير تجمعت أقرارها. وهذا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى يستهين بصبرة الفاقة ويكثر جبروتها بصبره الذي غلبها. فيقول في مجلس الأربعين رحمه الله تعالى الإمام الشافعي: يقول: أمطري سماء ترندينا وأخرجي آثار سكرورا صبرا. يعني يستهين بهذه الأمور. يقول: أمطري سماء ترندين، ترندين جريرة كبيرة في أقصى الهند في المشرق، أما سكرور فهي مدينة في أقصى المغرب. يقول السبعي: أمطري سماء ترنديدا تأخرجي آبار سكرورا سدرا، يعني ذهبا. أنا إن عدت لست أعد مقوتا ولئن مت لست أعد مقبرا. يعني فلا أقع شأن من العيد الكبر ولا النهر. همتي همة الملوك ونفسي لست حر ترى المذلة كفرا. وقال عمرو بن حفص الأشقر: إنهم فقدوا البخاري أياما من كتابة الحديث بالبصرة. إخوان زمان البخاري فقدوه، فقد الإمام البخاري لمدة أيام لم يحس له بأي أثر. قال: فطلبناه فتشوا عنه فوجدناه في بيت وهو عريان، ما هي حتى ملابس جلبتها. وقد نجد ما عنده ولم يبق معه شيء، فاجتمعنا وجمعنا له الدراهم حتى اشترينا له ثوبا وكسوناه ثم اندفع معنا في كتابة الحديث رحمه الله تعالى. وقال مالك رحمه الله: لا ينال هذا الامر حتى يلاقى فيه طعم الفقر. وقد قال ابن القاسم: اقضى بذلك طلب الحديث الى ان نقر سقف بيته فباع خشبا. باع كل شيء يقول الامام مالك في سبيل طلب الحديث الشريف. توصل الى حد انه كان ينقد يهدم سقف البيت فبيع هذا الخشب كي ينفقه في طلب علم الحديث. اقضى بذلك طلب الحديث الى ان نقر سقف بيته فباع خشبه. وهذا يحيى بن معين رحمه الله تعالى خلف له ابوه 1000 درهم، يعني 1,000,000 درهم.
فانفقها كلها على تحصيل الحديث حتى لم يبق له نعل يلبسه. انفقها كلها على تحصيل الحديث حتى لم يبق له نعل يلبسه. وروي عن ابي حاتم انه قال: ضاقت بنا الحال ايام طلب العلم فعجزت عن شراء الجذر. الجذر نوع من الحب. فكنت اخرج الليل الى الطرف الذي انزله والتفق بتراب الحارس، فكان ربما ينام الحارس فكنت انوب عنه. لما عندما اشتري به بيتا يستريه به، فكان يذهب في الليل وعلى مشاعر الحارس ويعني يصل الى من معاناتهم. ايضا معاناتهم من الجوع والمرض والشدائد والمخاطرات للنفس في طلب العلم. قد الامام ابو حاتم رحمه الله تعالى شيئا مما لقيه في اثناء رحلته في طلب العلم. قال رحمه الله: لما خرجنا من المدينه من عند داوود الجعفري صرنا الى الجار وركبنا البحر فكنا ثلاثه الاف، كان ثلاثه الاف كانوا ثلاثه، ابو زهير المروزي شيخ واخرون ميسابري، فركبنا البحر وكانت الريح في وجوهنا، فبقينا في البحر ثلاثه اشهر. ضلوا في البحر، ضلوا في البحر ثلاثه اشهر. وضاقت صدورنا وفني ما كان معنا من الزاد، وبقيت بقية، فخرجنا إلى البر فجعلنا نمشي أياما على البر حتى فني ما كان معنا من الزاد والماء، فمشينا يوما وليلة، فمشينا يوما وليلة لم يأكل أحد منا شيئا ولا شربنا، واليوم الثاني كمثله، واليوم الثالث كل يوم نمشي إلى الليل، فإذا جاء المساء صلينا وألقينا بأنفسنا حيث كنا، وقد ضعفت أبدالنا من الجوع والعطش والعياء. فلما أصبحنا اليوم الثالث جعلنا نمشي على قدر طاقتنا، فبعث الشيخ مغشيا عليه فجئنا نحركه وهو لا يعقل، فتركناه. فمشينا انا وصاحبي الليل نوري قدر فرسك او فرسخين قبعك، وتخذت مغشيا عليه وتخذت مغشيا علي، فمضى صاحبي الى تركني فلم يزل هو يمشي، اذ ذكر من بعيد قوما قد قربوا سفينتهم من البر ونزلوا على بئر موسى عليه السلام، فلما عاينهم نوح بثوبه اليهم فجاءوه معهم الماء في اداوه فسقوه واخذوا بيده، فقال لهم رفيقين لي قد القوا بانفسهم مغشيا عليهم، فما شعرت الا برجل يصب الماء على وجهي ففتحت عيني فقلت فيه، فصب من الماء في ركوه او مشربه شيئا يسيرا واخذ بيدي، فقلت لم افق ورائي شيخ ملقى، قال قد ذهب الى ذاك جماعه، فأخذ بيدي وأنا أمشي أدر رجلي ويبكيني شيئا بعد شيء، ويبكيني شيئا بعد شيء. طبعا هذا هو صحيح، الإنسان يكون في حالة عطش، حتى العرب عندهم خبرة جيدة في هذا، بيجيبوا لما يكون واحد في مجاعة أو يعني مثلا مدة كبيرة جدا من حياته من العطش فيأتون بالماء ويضيفوا له إيه؟ كدن، يضيفوا الماء كدن لأنه لن يستطيع أن يشرب الماء متواصلا، فوضع الكدن يعني من وقت آخر يعني يحاول أن يفرده ويخرجه تحفظ عيد. هذا كلام يبقى معروف من الناس. يقول فأخذ بيدي وأنا أمشي أدر رجلي ويكفيني شيئا بعد شيء، حتى إذا بلغت إلى عندي سفينته وأتوا برفيقي الثالث الشيخ وأحسنوا إلينا أهل السفينة، فبقينا أياما حتى رجعت إلينا أنفسنا، ثم كتب لنا رسالة إلى المدينة يقال له رأي إلى يديهم، وزودونا من الكعك والسريق والماء، فلم نزل نمشي حتى نقل ما كان معنا من الماء والسريق والكعك، فجعلنا نمشي ضياعا عطاشا على خط البحر حتى وقعنا الى السلحفاه قد رمى بها به البحر مثل الطرق، فعمدنا الى حجر كبير فضربنا على ظهر السلحفاه فانفرق ظهره فاذا فيها مثل صخره البيض، فاخذنا من بعض الاطباق الملقى على خط البحر فجعلنا نعترف بذلك الاطباق فنبح الساه حتى سكن عنا الجوع والعطش، ثم مررنا وتحملنا حتى دخلنا مدينة الرائع، وأوصلنا الكتاب إلى عاملهم فأنزلنا في داره وأحسن إلينا، وكان يقدم إلينا كل يوم القرع. طبعا كان يتكلم ثالثا، فكان كل يوم يقول للخادم هات لهم باليقطين المبارك، يعني كان في عنده شيء من المخ، فما كان يأكلهم إلا باليقطين والقرع، فكل يوم يقول للخادم هات لهم باليقطين المبارك، ففيهم واحد يعرف اللغة الفارسية، ولما يعني فقدم علينا ذلك اليقطين من الخبز أياما، فقال واحد منا للفارسي: ألا تدعو باللحم المشؤوم؟ يعني اليقطين مبارك واللحم شؤم يعني، فقال ألا تدعو باللحم المشؤوم؟
بالله الفارسيه وجعل يسمع الرجل صاحب الدعوه. فقال انا اختم بالفارسيه فان جدتي كانت فرويه. فاتانا بعد ذلك بالنحله ثم خرجنا من هناك وزودنا الى ان بلغنا مصر. طبعا كل هذا الرحله كانت في سبيل طلب العلم. وقال بكر ابن حمدان المروزي سمعت ابن خراش يقول شهدت دولي في طلب هذا الشأن يعني طلب الحديث 5 مرات وصل لحالة من المزاعة حتى ما كان يمكن حياته إلا أن يشعر دولة نفسه 5 مرات في طلب الحديث. وذلك أنه كان يمشي في الصلوات والقطار لتحصيل الحديث ويتلقيه عن أهله فيناله العطش الشديد في طريقه. تلوم علي أن رحت للعلم طالبا وأجمع من علم الرواة كله له فيلا إني دعني طوالي بمهجتي فقيمة كل الناس ما يحسنها. فقال الوحشي أنا علي الحكم كنت بعد قلام أجمع من ابن مصحح وغيره فضاقت علي النفقة وبقيت أياما بلا أكل فأخذت لأكتب فعجبت فكفى من الآياء أن يكتب. فذهبت إلى دكان عباد وقعدت بقربه لأشم رائحة الخبز وأتقوى بها. ثم فتح الله تعالى علي أمر يعني شدة الجوع الذي كانوا يلبونه في سبيل طلب العلم لما يرحلون أو حتى رجل رحيل يبيعون كل ما لديهم في سبيل طلب العلم لأنهم كانوا يحصلوا في سبيل طلب الحديث لم يتفرغوا لكسب أو لطلب رزق. فيقول وقعدت بقرب الخباز الحر حتى يتصور رائحة الخبز. يقول ثم فتح الله تعالى علي. يقول الإمام ابن الجوزي رحمه الله تعالى لقد كنت في حلاوة طلبي العلم ألقى من الشدائد ما هو عندي أحلى من العسل لأجل ما أطلب وأرجو. كنت في زمان الصلاة أخذ معي أرجوكة يائسة فأخرج في طلب الحديث وأقعد على نهر عيسى فلا أقدر على أكلها إلا عند الماء. فكلما أكلت لقمة شربت عليها وعين همتي لا ترى إلا لذة تحصيل العلم يعني لا يغلب لذة الطعام. خذ يابس كاف بشربة ماء من النهر كل ما جاع. فأثمر ذلك عندي أني عرفت بكثرة سماعي لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأحواله وآدابه وأحوال أصحابه وتابعيه. يقول الداروين ومن تكن العلياء همة نفسه فكل الذي يلقاه فيها محبه. أيضا من ملامح علو همة في طلب العلم معاناتهم السهر في طلب العلم. لذلك لما قيل لبعض السلف لما أدركت العلم؟ قال لي المصباح والجلوس إلى الصباح. وقيل لآخر فقال بالسهر والسهر والبكور في السحر. وقال خطيب البغدادي وأفضل المذاكرة مذاكرة الليل. وكان جماعة من السلف يفعلون ذلك وكان جماعة منهم يبدأون من العشاء فربما لم يقوموا حتى يسمعوا أذان الصبح. وبادر الليل بما تشتري فإنما الليل نهار الأيدي. وكان الشيخ أبو علي شيخ من أهل العلم كان يكشف عن ظهره في الليلة الباردة يضرب يقرن به النوم ويراد أن يغتنم الليل ولا ينام فيكشف جلده عن ظهره حتى يعني يتعرض لهواء البارد فيفيق ولا يستطيع النوم. وكان محمد ابن الحسن الشيباني رحمه الله تعالى لا ينام الليل كان عنده الماء يغيل نومه به وكان يقول إن النوم من الحرارة فلا بد من دفعه بالماء البارد. ويقرأ ابن المداد أن محمد بن عبدون صلى الصبح لوضوء العتمة 30 سنة 15 من دراسة و15 من عبادة. 30 سنة صلى الفجر لوضوء العشاء 15 سنة منهم لأنه كان يقدر يسهر في طلب العلم ثم 15 سنة بعدها في التعبد. وحكى الربيع عن يعني يقول الشاعر يهوى الديادي إلى المغرور أغفلها كأن شهب الديادي أعين المجلوم يعني أعين واسعة. وحكى الربيع عن فاطمة بنت الشافعي قالت أسرجت لأبي في ليلة 70 مرة يعني أبوه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى ذكرت أن الساقط يحتاج إلى أن يخرج له الاستراج الدور يعني. ففي ليلة من الليالي ألقى ابنته أو ادخر ابنته كي تبيع له الاستراج 70 مرة 70 مرة احسبها كده اسمها على 10 ساعات مثلا قم كل كم دقيقة يؤخذ ابنته كي توصل له الاستراج يكتب شيء مثلا أو يذكر شيء ثم ينام ثم يستخدم ثانية يعني نوع من الأرق لكنه أرق محمود لأنه ما يستطيع النوم لأجل شدة شغفه بالألم. وقال الحافظ ابن كثير وقد كان البخاري
يستيقظ في الليلة الواحدة من نومه فيوقد السؤال فيأخذ الفائدة تمر بخاطره ثم يرسل إفرادا ثم يكون مرة أخرى فأخرى حتى كان يتعدد منه ذلك قريبا من 20 مرة. وكان أسد بن الفرات قاضي القرآن كتلميذ الإمام مالك ومزور مذهبه وهو أحد القادة الفاتحين فتح كلية واستشهد بها سنة 13 و200 رحمه الله. كان قد خرج من القيران إلى الشرق سنة 72 و100 فسمع الموطأ على مالك بالمدينة ثم رحل إلى العراق فسمع من أصحاب أبي حنيفة وتفقه عليهم وكان أكثر اختلافه إلى محمد بن الحسن الشيباني ولما حضر عنده قال له إني غريب قليل النفقة واستمعه منك نذر والطلب عندك كثير فما حيلتي؟ فقال له محمد بن الحسن اسمع من الأواخرين بالنهار وقد جعلت لك الليل وحدك فبيت عندي وأسمعك. قال أسد وكنت أبيت عنده وأنزل إليه ويجعل بين يديه الشيخ يجعل بين يديه قدحا فيه ماء ثم يأخذ في القراءة فإذا طال الليل ونعست ملأ يده ونفح يده بالماء فانتبه فكان ذلك بأبه وبأبه فكان ذلك بأبه وبأبه بأبه المأنام بنص آخر ولأه أنه كمان بيت الماء البارد حتى أتيت على ما أريد من السماع عليه. أيها وكان محمد بن الحسن يتعاهده بالنفقة حين علم أن نفقته نكدا وأعطاه مرة ثمانين دينارا حين رآه يشرب من الماء السبيل وأنبه بالنفقة حين أراد الانصراف إلى من العراق. وقال عبد الرحمن بن قاسم العتقي المصري أحد أصحاب مالك والليثي وغيرهما كنت آتي مالكا غلة يعني كان يأتي الإمام مالك في آخر الليل فأسأله عن مسألتين ثلاثة أربعة وكنت أجد منه في ذلك الوقت شرح قبر فكنت آتي كل سحر فتوسلت مرة عتلة فغلبتني عيني فنمت فوسد العتلة من البيت ولم يدخل فغلبت عينه فنمت وخرج مالك إلى المسجد ولم أشعر به فركبتني جارية سوداء له برجلها جارية سوداء لأبي مالك ركبته برجلها وقالت لي إن مولاك قد خرج إن مولاك قد خرج ليس يصل كما توصل أنت اليوم له 49 سنة قبل ما صلى الصبح إلا بوضوء العتبة ظنت السوداء أنه مولاه من كثرة اختلافه إليه. قالت مين يدخل في هذا الوقت في آخر الليل بيت مالك ويجلس معه إلا إذا كان حظا من مولى من مواليه. وقال ابن القاسم وأنقت بذلك مالك 17 سنة لا بعت فيها ولا اشتريت شيئا. قال فبينما أنا عنده إذ أقبل حاج مصر فإذا شاب متنفس دخل علينا فسلم على مالك فقال أتيكم ابن القاسم 17 سنة. قال من النصف بعد 17 سنة أتى هذا الشاب فدخل طبعا عارف إن أبوه موجود عند الإمام مالك فسأل على مين المشهور أكثر طبعا الإمام مالك فقال أتيكم فسلم على مالك فقال أتيكم ابن القاسم فأشير إليه فأقبل يقبل عيني فوجدت منه ريحا طيبة فإذا هي رائحة الولد وإذا هي ابني 17 سنة ينادي الإمام مالكا من ثلاث أنات. وكان ابن القاسم ترك أمه حاملا به وكانت ابنة عمه وقد خيرها عند سفره لطول إقامته تختار في البقعة. وقال أبو يعلى المنصوري اصبر على مضض الإجلاج للسحر وبالرياح على الحاجات والبكر لا تعجزن ولا يدرك مطلبها فالنجح يسلب بين العجز والبدر. النجاح يتبخر ويريح بالحق بين العجز والبدر الملل وعدم المثابرة. إني رأيت وفي الأيام تجربة للصبر عاقبة محمودة الآخرين وقل من جد في أمر يطالبه واستطحن الصبر إلا هذا من صفر. وحكى شيخ الإسلام النووي رحمه الله تعالى عن شيخ الإمام الجليل أبو إسحاق إبراهيم الجليل المرادي قال سمعت الشيخ عبد العظيم رحمه الله يقول كتبت بيدي 90 مجلدا وكتبت 700 جزء كل ذلك من علوم الحديث وصفات غيره وكتب ذلك من مصنفاته وغيره اشياء كثيره. قال النووي قال شيخنا ولم اره من اسمع احدا اكثر اجتهادا منه في الاستغاثه كان دائما الاستغاثه في الليل والنهار. قال وجا يكون في المدرسه يعني في القاهره بيتي فوق بيته 12 سنه جواره لمده 12 سنه فلم استيقظ في ليله من الليالي في ساعات من ساعات الليل
إلا وجدت ضوء التراب في بيته وهو مشتغل بالعلم. وحتى كان في حال الأكل والكتاب فالكتب عنده يشتغل فيها. فنورهم من جدهم وتهيهم، يعني هذا النور الذي كان يعلو أهل العلم إنما هو أثر الجد والثار في طلب العلم. فالحافظ الضياء أبي محمد المقدسي يقول بعض العلماء الوصيه كأن النور يخرج من وجهه ضعف بصره من كثرة الكتابة والبكاء. وقال الزمخشري واقفا تلذذ العلماء بإطلاق ليلهم وطول سهرهم. سهري لتنفيح العلوم ألذني من وصل غانية وطيب عناقي وتمايلي طربا لحل عرض فطن أشهى وأحلى من مدامة ساقي وقرير أقلامي على أوراقها أحلى من الدوكاه والعشاق. الدوكاه الحجر الذي يضحك به الطيب، الطيب لما يضحك فهذا الحجر اسمه الدوكاه. وقرير أقلامي على أوراقها أحلى من الدوكاه والعشاق وألذ من نقر الفتاة لدستها نقري يلقي الرمل عن أوراقي آبيت طهران الدجى وتميته نوما وتدري بعد ذلك لحقي. وقال النووي رحمه الله تعالى ويحكي عن أوائل قلمه للعلم قال وبقيت سنتين لم أضع جنبي على الأرض. بقي سنتين كاملتين لم يضع جنبه على إطلاق على الأرض، وإنما كان إذا أراد أن ينام وهو جالس ثم لا يلزم أن يستيقظ للاستمرار في طلب العلم. حكى البدر بن جماعة أنه سأله رحمه الله عن نومه فقال الإمام النووي رحمه الله تعالى إذا غلب من النوم ابتلته إلى الكتب لحظة وأنتبه. وقال البدر وكنت إذا أتيته أزوره وضع بعض الكتب على بعض ليوسع لي مكانا أجلس فيه. ما كان إزاي يجد مكانا يجلس فيه من كثرة الكتب التي أتلاها. وهذا الإمام الشيخ مؤرخ الإسلام وحافظ الشام عماد الدين أبو الفداء إسماعيل ابن كثير رحمه الله تعالى أخذ كتاب الإمام أحمد مرتبا عن المحب الصامت وأضاف إليه حديث الكتب ستة ومعجم الطبراني الكبير ومسند البزار ومسند أنواع المصري وأجهد نفسه كثيرا وسأل به تعبا عظيما فجاء لا نظير له في العالم وأكمله إلا من بعض مسند أبي هريرة فإنه مات قبل أن يكمله فإنه عجل بكشف بصره عن الإمام الكثير صلى الله عليه من كثرة سهره في طلب العلم. يقول الذهبي ابن كثير يحكي للذهبي يقول لا زلت اكتب فيه في الليل والطراز ينولق يعني يحفظ الضوء ويعود مره ثانيه الطراز ينولق حتى ذهب بصري معه ولعل الله يقيد من يخبر. ايضا ممن اشتهر بالسهر في طلب العلم الامام الجليل تقي الدين ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى. بعد أن قام الإمام ابن بطوطة بجولته العلمية في الفسطاط والقاهرة والإسكندرية ودمشق والحجاز فأخذ العلم عن كبار أساتذة في عصره تعمق في المذهبين مذهب مالك والشافعي كما تعمق في علوم الحديث والتفسير وعلم الكلام والنحو والأدب وأتقن وهو شاب المذهبين إتقانا عظيما وبلغ به إلى بلد في إسرائيلهما. يقول الإسنوي حقق المذهبين معا يعني مذهب مالك والشافعي. ولذلك مدح الشيخ ركن الدين ابن الصالح المالكي بقصيده يقول من جملتها صدى للعلم صبا في صداه صبا يعني مال واحد وعشق صدى للعلم صبا في صداه في فتره الصبا صدى للعلم صبا في صداه فاعلي بهمه الصبر السبي واتقنه الشباب له لباس ادله مالك والشافعي. كان رحمه الله تعالى منقطعا للعلم والعباده فكان لا ينام الليل الا قليلا كانت اوقاته معموره بالدرس والمطالعه والتحصيل او الاملاء والتاييد ورواية الحديث فانه اراح نفسه من بعض ذلك العناء فلا يرى الا قائما يصلي في المحراب او جالسا يتلو كلام الله او ناسيا يتفكر في خلق الله مدة الكرة السمعة مستدلا بذلك على قدرة الله ووحدانيته فهو منطلق بجسمه وفكره فلاد ليله ودوام نهاره الى البحث والتحقيق والاستمرار والتنفيق او الصلاه والقيام وتقديس الله الملك العلام. واصدق مرآه لحياته قوله الجسم يغيظه شقوق الحزنه والقلب عذابه علو الهمه والعمر بذاك ينقضي في تعب والراحه ما تدفع عليها الرحمه. فهذا علو همته في درس العلا ونيل المرام فتعالى فكره بسم الباطل الاحكام الشرعيه وخدمه الدين والامه
والتزودين بالتقوى. يقول الكتكي في حاله أن بقى نوت الليل علما وعبادة كأمر العباد، ربما اتقوا على الليل فطالع فيه المجلد أو المجلدين، وربما تلا آية واحدة فتمرها إلى مطلع الفجر. وقال الأسوي حتى لي الشيخ زين الدين عمر الدمشقي المعروف بن الكلالي رحمه الله تعالى، قال دخلت عليه بكرة يوم فما ولد مجلدا، وقال هذه طالعتها في هذه الليلة التي مرت. وقال الأسوي أيضا له قدرة على المطالعة، رأيت خزانة المدرسة اللذيذة بطول فيها كتب من جملتها علوم الأدلة مثل القطار في نحو 30 مجلدا وعليها علامات له. وكذلك رأيت كتب المدرسة التاريخية، رأيت على السنن الكبرى البيهقي له فيها بكل مجلدة علامة، وفيها تاريخ الخطيب كذلك ومعظم التيارين كبير الأوسط. وقال أخبرني شيخنا الخطيب سراج الدين الدنوري أنه لما ظهر الصرح الكبير في نبراح العيد اشتراه بألف درهم، النقيش العيد اشتراه بألف درهم، وصار يصلي الفرائض فقط واشترى بالمطالعة إلى أن أنهى، ونشر عنده هو والغزالي في الفقه. فقال الرافعي في السماء ويقال انه طالع كتب الفضليه عن اخرها، وقال ما خرجت من باب من ابواب الفقه واحتجت ان اعود اليه، يعني من شده استحضاره وتذكره. نختم او الخبر قبل الاخير ايضا لعالم من العلماء المعاصرين وهو العلامه الشنقيطي رحمه الله الذي سبق ان تكلمنا عنه. قال ابنه عبد الله حدثني ابي انه كان يقرا في البلاد زمان طلبه العلم في مختصر الخليل في اول كتاب النفاح، حتى وصل الى قول الخليل في عشرة نجبه ولو بيع سلطان لفلس. قال لي اقرا بها شيخي بعد العصر، وكانت دراسته جرديه جرديه ان يقرا كل نقيل في الباب. قال فاخذت شراح خليل وحواشيه على هذه المساله وجلست اراجعها حتى جاء الليل، ثم اوقفت النار اطالع في غيرها الى الصبح ولم انم ولم اصلي غير قليلا، فوجدت ان للشراح في قول خليل قولين، ولو كنت ابحث في الكتاب والسنه لاتيت للامه بالعجب. يعني ليله كامله في شرح هذه الجمله المختصره ست كلمات. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى: ولي شغل بافكار عباره كان وجهها ضوء الصباح، ابيد مفكرا فيها فتمحى لفهم الفدم خاطره الجناح. الفهم اللي هو ثقيل الفهم او الغريب. يقول ان الشيخ عطيه سلمى وتلميذ الشيخ بعدما حكى هذه القصه قال: نعم انه كان يبيت في طلب العلم مفكرا وباحثا حتى يذلل الدعاء وقد تعرض القول العمل. حدثني رحمه الله قال: جئت للشيخ في قراءتي عليه فشرح لي كما كان يشرح، ولكنه لم يجتمع في نفسي على ما تعود ولم يرمي غمري، فكنت من عنده وانا ايضني في حاجه الى ازاله بعض النفس وإباحة بعض المشكلة. وكان الوقت ظهرا فأخذت الكتب والمراجع فطلعت حتى العصر فلم أفرغ من حاجتي فعادت حتى المغرب فلم أنتهي أيضا، فأوقد لي خالي أعوادا من الحطب أقرأ على بابها سعادة الطلاب، ووقمت المطالعة وأتناول الشاهي الأخضر كلما مليت أو كتلت، والخاتم بجواري يوقد الضوء حتى انبثق الفجر وأنا في مجلسي، لم أكن إلا لثلاث فرق أو تناول طعام إلا أن ارتفع النهار وقد فرغت من درسي فزال عني الناس، فوجدت هذا المحل من الدرس خير يزيد روحي الفهم، فتركت المطالعة تماما وأوصيت قادمي ألا يوقظني لدرسي في ذلك اليوم. اكتفاء مما حصلت عليه واستراحة من عناء سهل البارحة فقد بات مفكرا فيها فأضحت لفهم الفهم فاخذة الجناح. نختم الكلام في هذا الفصل وهو شدة يعني سهله في طلب العلم بهذا الخبر عن العلامة أبي الفضل شهاب الدين السيد محمود الألوفي البغدادي رحمه الله. يصف حاله أثناء مدارسته تفسير القرآن العظيم قبل أن يبلغ سن العشرين، ونحن بلا كلام. يقول رحمه الله: وإني ولله تعالى الجنة منه يوصف عني السماء. تعرفون الإعلام الألوفي من أعظم الناس بلاغة بليغ جدا. يعني تقول: وإني ولله تعالى الجنة يوصف عني السماء ويوصف على رأس العناء، لم أزل متطلبا لاستكشاف سره المكتوم القرآن، متركبا لاستكشاف رحيله المكتوم، طالما فرغت نومي لجمع شواهدك وفارقت قولي لإرسال قرائنك
فلو رأيتني وأنا أقاطف بالجميل صفحات الكتاب من السعر. طبعا تعمل جميل جدا يعني معناه أن المنهج يشد جدا عليه حتى أن الجميل يصافح الورق يعني تظل تهوي الورق إلى أن تقتضم بالورق على المكتب أو يقول فلو رأيتني وأنا أقاطف بالجميل صفحات الكتاب من السعر وأطالع إن أعرض السمع يوما على نور القمر في كثير من ليالي الشهر فأمثالي إذاك يرسلون في مطارق اللهو ويرسلون في ميادين الزهو ويرسلون مسرات الأسباح وهي الأجسام يعني الهياكل ويرسلون مسرات الأسباح على لذات الأرواح ويعني يهدون نفائس الألقاب لذهب خطائف الشهوات وأنا مع حداثة سني وذوز عقلي لا تغيرني حالهم ولا تغيرني أفعالهم. أستطيع الليلة لهذا الخطر وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.